السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الدولي للجبال 2020، سأعطي نبذة سريعة عن هذا اليوم ثم سأترك الفرصة للزملاء المتحدثين ليثروا هذا الملتقى. تغطي الجبال 22% من مساحة اليابسة، ويعيش فيها ما يقرب من مليار إنسان، أو ما يعادل 15% من سكان العالم، وهي مصدر ل60 إلى 80% من موارد المياه العذبة على الأرض، ويعتمد نصف سكان العالم على الجبال للحصول على المياه والأغذية والطاقة النظيفة. وتعتبر الجبال موطناً لربع الحيوانات والنباتات البرية في العالم، ومؤشراً مبكراً لتغير المناخ، والحفاظ عليها من العوامل الرئيسية للتنمية المستدامة. وتتعرض البيئات الجبلية لمهددات عديدة، أهمها تغير المناخ والممارسات الزراعية غير المستدامة والتعدين التجاري وقطع الأشجار والصيد الجائر وفقدان الأراضي والكوارث الطبيعية. وقد بدأ الاحتفال الدولي ببيئة الجبال في عام 1992 في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عن إدارة النظم الإيكولوجية الهشة والتنمية المستدامة للجبال. ومنذ 2003 للميلاد تم تحديد 11 ديسمبر من كل عام يوما دوليا للجبال لنشر المعرفة البيئية والتعريف بأهمية البيئات الجبلية والتنوع الأحيائي في هذه البيئات، ولتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئات الجبلية، وإبراز جهود الجهات المختصة في حماية البيئات الجبلية. الإدارة المستدامة للتنوع الأحيائي أولوية عالمية، فقد أعلنت الأمم المتحدة الفترة من 2021 إلى 2030 عقداً أممياً لاستعادة النظام البيئي، وتستعد الحكومات للتفاوض بشأن إطار التنوع الأحيائي العالمي لما بعد 2020 لاعتماد هذا العام في الاجتماع 15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الأحيائي. ملتقانا الافتراضي اليوم بمناسبة اليوم الدولي للجبال تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والدفاع المدني. المتحدث الأول سيكون سعادة المستشار قتيبة بن حمود السعدون. الأستاذ قتيبة بن حمود السعدون أكمل دراسته العليا في جامعة الملك سعود عام 1990 للميلاد، والتحق للعمل بالهيئة السعودية للحياة الفطرية في عام 1986، وعمل على مدى 3 عقود في عدة مناصب منها إدارة التخطيط والمناطق المحمية ومدير عام للدراسات والأبحاث البيئية. مثل المملكة العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية للتنوع الأحيائي، وعضو في العديد من المنظمات الدولية والمحلية. سيحدثنا سعادة المستشار قتيبة السعدون خلال 15 دقيقة القادمة عن التنوع النباتي في المناطق الجبلية في المملكة العربية السعودية، فليتفضل مشكورا. شكرا سعادة أخي المستشار أحمد البوق على هذه المقدمة الطيبة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالسادة والسيدات والزملاء الكرام الحضور، وهذه مناسبة طيبة وحقيقة رائعة في التحدث عن التنوع النباتي في المناطق الجبلية في المملكة العربية السعودية. وإذا نبدأ في موضوع هذا التنوع فنتحدث أو نخص حقيقة المرتفعات الجبلية الغربية التي تبدأ
على سلسلة جبال الشروات والحجاز، فهي تمثل سلسلة جبلية متصلة من أقصى حدود المملكة العربية السعودية إلى الحدود السعودية اليمنية، وعلاوة على أن هناك أيضا حضاب وجبال في وسط المملكة مثل تكوين الطويق الذي يمتد من أطراف الربع الخالي حتى المنطقة أو الغاط. وهذه المناطق الجبلية خاصة في الضفاف الغربية الجنوبية أيضا تتميز بتنوع إحيائي كثيف، كما تعلمون الغابة هي موئل الكثير من الأنواع النباتية، وأيضا هي ملاذات لكثير من الأنواع الحيوانية والطيور المستوطنة والمهاجرة. هنا لنسأل سؤال يعني سريع، ما هي الغابة وما هو النظام الغابي؟ الغابة حقيقة هي لأول وهلة يتبادر إلى الذهن إنها مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب في بقعة معينة، وهذا صحيح، لكن إذا تحدثنا عن النظام الغابي في أي منطقة فهو يشمل سلسلة هذه النباتات بالإضافة إلى الأنواع الفطرية تعيش في هذه الغابة، وهي منظومة متكاملة تتشكل في ظل وجود هذه الغابات. وهذه المنظومة تتألف من عدة علاقات حيوية بين الأحياء الفطرية التي تتخذ هذه الغابة موئلا لها، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين الإنسان ومنتجات ذلك النظام الغابي. الغابة تنتج الأخشاب، العسل، منتجات الغذاء والدواء إلى آخره. وأيضا هناك العلاقات الإنسانية في هذا النظام الغابي، التنزه والترويح والاستجمام والتثقيف والتعليم. العلاقات البيئية متمثلة أيضا في صحة بيئة هذه المناطق الغابية وحفظ العلاقات المائية والتربة، وكلها هذه تساهم في الأمن البيئي. لو تكرمت تعيد تمشي في الشرائح أخوة من بعد اللي بعد الله يحييك. فلو سلطنا الضوء، هذه الصورة تمثل يعني كافة العلاقات التي تشملها الغابات والنظام الغابي بالأصح. ولو نظرنا إلى أنواع الغابات في المملكة العربية السعودية نجد أنها تقسم إلى 4 أنواع اللي بعدها الله يحفظ. الغابات الجبلية كما هو عنوان هذا اللقاء تمتد من شمال الحجاز إلى حدود اليمن، وأيضا غابات الأودية الداخلية وحتى غابات الأودية الجبلية، وغابات الروضات، وغابة المانغروف الساحلية. هذه 4 أنواع من الغابات في المملكة العربية السعودية. إذا جئنا إلى أمر آخر لنرى هذه المنظومة الغابية ما هي أهم منطقة في الجبال أو في الغابة الجبلية، نجد أنه أهم منطقة في الغابة الجبلية أو المرتفعات هي قمم الجبال. لماذا قمم الجبال؟ لأنها هي مصدر البذور، وهي التي تثبت التربة في المناطق المرتفعة وتحفظها من الزوال والانجراف، وأيضا تمد باقي المناطق، وهي تعتبر المنطقة الرئيسية في هذا التنوع الإحيائي. وأهم جزء في الغابة الجبلية طبعا في قممها هي تربتها والحشائش السطحية والنباتات المصاحبة التي تدعم وجود الغابات والأشجار في هذه المناطق. وتعلمون أن تجريد الغابات من نباتاتها سوف يعني يؤثر على المحتوى الرطوبي في الطقس في الجو، وبالتالي يعني يعيق ولا يساهم في تكوين الأمطار. في المملكة العربية السعودية مقومات لهذه الغابات منها مقومات اجتماعية واقتصادية ومقومات بيئية. من هذه المقومات شموليتها فهي نجد فيها تنوع كبير من نباتات الأقاليم الباردة مثل العرعر
والنباتات المصاحبة إلى نباتات الإقليم المدارية كالزيتون البري والصباريات، وأيضا نزولا إلى نباتات الأقاليم الصحراوية من الطلحيات. بالنسبة لهذه الغابات أيضا عمرها التاريخي أيضا مميز. هناك غابات العرعر تمتد إلى آلاف السنين، وهي كلها محفزة للأمطار وموائل للأحياء الخضرية، وتساهم في جودة البيئة والحياة وصحة المناخ، وأيضا في الاستثمار الاقتصادي المستدام لمنتجات الغابات. الآن نمشي بشكل متواصل بدون توقف على هذا التنوع النباتي في المناطق الجبلية، فنلقي نظرة على ما تحتويه المرتفعات الجبلية من نباتات، وأرجو أن تستمرون في تحريك الشرائح بدون توقف. فهناك أنواع كثيرة من أسلط الضوء بشكل سريع عليها لنعرف حجم الثروة العظيمة التي تمتلكها غابات المملكة العربية السعودية ومرتفعاتها الجبلية. هناك الأثاث، وهناك أيضا أشجار البن البان اليسر التي من الأشجار الجميلة. أرجو أن تحرك بدون تحرك الشرائح بدون توقف، باستمرار الله يحفظك. وأيضا من أشجار الجبال البشام والبطم، نوع من أنواع الفستق، وأيضا من أنواع الفصيل البطمية، أيضا التألب. نجد التنعيم من الأشجار العظيمة في الأوراق لها ظل كبير، وأيضا الثعب والقاع، وهو أيضا أشجار وارفة الظلال، أشجار الجميز، ومنها أيضا تنتج بعض يعني المصنوعات اليدوية للأواني، أشجار معمرة جدا ضخمة ومميزة تميز هذه البيئة الفريدة. الحماط أيضا من أنواع النباتية التي تؤكل وثمارها جميلة. أيضا شجرة التمر الهندي أيضا موجودة في سفوح الجبال المرتفعة أو متوسط الارتفاع. الحور من أجمل الأشجار ومفيدة في صناعة أفخر أنواع الورق، وتعيش في مناطق الرطبة. أيضا الخزم، وهو من الأشجار النادرة جدا والمهددة بالانقراض، وتنتشر في سفوح الجبال. الرقع، وهو من الأشجار الضخمة المعمرة جدا جدا وتنتشر في المناطق الجبلية. الرنف، وهو شجرة جميلة متعددة الألوان، تبدأ أزهارها بيضاء تتحول إلى الأحمر والبرتقالي، وهذه أيضا شجرتها بشكل يعني واضح من بعيد. نعم، من ضمن الأشجار أيضا الزيتون البري العتم الذي تعيش في المناطق الجبلية المصاحبة للنطاقات العرعر والنبق أو السدر، وهي مفيدة في إنتاج العسل. وشجرة الشدن الجميلة المعمرة ذات ظل وارف. والصومل من أنواع نادرة جدا، وهي ضخمة وذات ظلال جميلة. والظرف أيضا من أنواع الفصيلة التينية، ولها يعني شكل جميل ومتغير الألوان بالنسبة للأوراق، تبدأ الأوراق بالبرتقالي والأحمر ثم تتحول للأخضر. الضرو، وهو من فصيلة البطمية أيضا زاهية المنظر. العرعر، وهو يمثل يعني ميزة فريدة جدا و هوية مميزة لنباتات المناطق الجبلية اللي مرتفعها عن 1400 متر حتى قمم الجبال تصل إلى 3000 متر في منطقة السودة. بعدها الغرب، أيضا شجرة معمرة جميلة، والغرف أيضا كذلك. هذه كلها من أنواع النباتية التي تعيش في المناطق الجبلية وتبين الثروة الكبيرة. حرك بدون توقف. نعم، وهناك أيضا من الشجيرات، وليس أشجار فقط، أشجار وشجيرات وأبصال وأعشاب كلها تعيش في هذه المناطق الجبلية. وأيضا من ضمنها شجار النبخ العملاقة، تعيش في ضفاف المناطق الجبلية في الأودية. أيضا اللوز في تبوك، وهو من أنواع النادرة جدا. والنبش، وهو أيضا الأريكة، من أندر الأنواع المناطق الجبلية، تعيش في قمم الجبال على ارتفاع 1900 متر فما فوق، وهو تعيش في مناطق رطبة وباردة جدا، وأيضا محددة مواقعها في التدهور إذا ما لم يعني توقف الممارسات. والهذب من أشجار اللطيف والورف، وهي كثيفة الظل وتتكاثر بشكل سريع بواسطة نثر الطيور لبذورها. والحنجم أيضا له رائحة عطرية. الشث هو مشهور في المنطقة الجنوبية الغربية خاصة، وهذا نبات أيضا. بعدين الشرفث هو من النباتات هذه الجميلة جدا، تعيش في منطقة بين نجران وسرة عبيدة،
لجبال محددة، وأيضا نجعل الصباريات التي بعضها نادر ومهدد بالانقراض، ومن ضمنها أيضا بعد ذلك العدن، شجرة جميلة لحمية مميزة وطبية، وبعدها المض وهو أيضا شجرة جميلة وذات نباتات ذات زهور أيضا جميلة، أيضا من نباتات الياسمين البري، والورد العبالة الذي يعيش في مناطق السودة وهو أصل الورد الطبيعي، أيضا من النباتات العطرية أيضا الضيان، ومن النباتات أيضا النادرة جدا الأطر، وهو ملائم أيضا لبعض المواقع في السرات في المناطق المرتفعة. المغد أيضا من النباتات الجميلة المتدرجة الألوان ولها ثمار واضحة وجميلة العيان. الشجيرة أيضا الأبل شجيرة معمرة من الشجرات التي لها رائحة عطرية طيبة، كلها تستخدم ممكن للصناعات الطبية صناعات العطرية. عندنا ثروة من النباتات. أيضا الشيع له رائحة واحة، والضرم اللافندر هذا معروف يعني الزيوت العطرية التي فيه، وأيضا آخر شيء الأبصال مثل السوسن والعنصل، هذه أبصال تعيش في المناطق الجبلية، وأيضا اللوف. هنا بدي أن أضيف آخر يعني آخر ضوء يعني أسلط على هذا العرض، اللي هو يعني لو مثلا الآن جينا إخوان من كمقطع طولي من شمال المملكة العربية السعودية مرورا في وسطها ثم إلى آخر المناطق الجبلية، لو نشوف الشريحة الأخيرة، فإذا جينا من المنطقة الشمالية نجد جبال اللوز التي في تبوك، تتميز أيضا بوجود نباتات اللوز أو أشجار اللوز النادرة، وأيضا العرعر الفينيقي، أيضا في جبال الدبغ تحت منطقة تبوك، ثم نصل إلى منطقة المدينة المنورة نجد العرعر الفينيقي والدراسينة الخزن في جبال الفقرة وفي جبال ورقان، ثم إذا نزلنا إلى الطائف نجد هنا اختلاط بين العرعر الفينيقي والعرعر السلوي الأفريقي، ويمتزجان في الطائف كظاهرة فريدة في العالم لا يمتزجان إلا في هذه المحافظة. ونجد إذا نزلنا تحت الطائف في منطقة الباحة تتغير الفلورا إلى الأكاسيا، أكاسيا السروية والرقع والعرعر السروي اللي هو العرعر الفينيقي، ثم ننزل إلى منطقة عسير نجد الأكاسيا والعرعر السروي، ونجد النبش اللي هو الأريكا بالمرتفعات ما زال عن 1900، ثم نجد الطلح السروي أيضا في بلسمر والعرعر يتميز، وننزل إلى منطقة أبها حيث نجد الورد والعرعر والطلح السروي مختلط، وننزل تحت إلى شمال منطقة جازان عند منطقة هجران، فنجد أيضا العرعر في قمم الجبال والصباريات والأكاسيات خاصة في منطقة ريدة والشث مصاحب لها، وإذا ما نزلنا إلى جبال محايل فنجد الطلح والسلم والبان يختفي هنا العرعر، لكن إذا جينا إلى منطقة نجران نجد أشجار البان والأكاسيا والشرفت، وإذا وصلنا إلى آخر سلسلة الجبال المرتفعات الجبلية في منطقة جيزان فنجد في قمم الجبال العرعر ثم الصباريات ثم الأكاسيات والرقع والصومل واللبخ العملاق، وأيضا نجد العدن ودراسينا. هذا بشكل مختصر تسلسل التنوع النباتي في مناطق الجبال في المرتفعات الغربية الجنوبية، ولكم الشكر والتقدير. شكرا جزيلا سعادة المستشار قتيبة السعدون، وهو غني عن التعريف. حفظا للوقت وقبل أن ننتقل إلى المتحدث التالي في هذا الملتقى، أود أن أشكر كل من حضر معنا وتداخل حضوريا عبر الشبكة العنكبوتية من مناطق المملكة المختلفة أو حتى من خارج المملكة العربية السعودية. المتحدث التالي سعادة الدكتور محمد بن سعيد المطيري، سيحدثنا عن الثروة الحيوانية في البيئة الجبلية. وسعادة الدكتور محمد بن سعيد المطيري هو مدير إدارة الدراسات البرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
بكالوريوس في علم الحيوان في جامعة الملك سعود، وماجستير في التنوع الأحيائي من جامعة الملك سعود أيضا، والدكتوراه في علم البيئة الجزيئية في جامعة بانغور في المملكة المتحدة. الدكتور محمد تفضل، مشكورا للعرض في 15 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور. صباح الخير لك أخوي أحمد وللأخوة الزملاء المشاركين سواء المتحدثين في الملتقى أو المشاركين، أرحب فيهم. يبدو لي أن العرض أنا عندي أجلس. أسعد جدا أني أتحدث هذا اليوم في اليوم الدولي للجبال عن موضوع الثروة الحيوانية في المناطق الجبلية. طبعا الثروة الحيوانية يقصد فيها هنا الثروة الحيوانية الفطرية في المناطق الجبلية. نبدأ بتعريف بسيط عن موضوع اليوم وهو موضوع الجبال. تعريف ومدخل بسيط لتعريف الجبال. لابد أن نعرف في البداية تعريف الجبل. طبعاً الجبل هو نوع من أنواع التضاريس الأرضية، عبارة عن تشكل أرضي كبير يرتفع فوق سطح الأرض في مساحة محدودة أحياناً، أو أحياناً في مساحة كبيرة جداً على شكل سلالة جبلية. عادة ما يكون في شكل قمة أو قمم. طبعاً تعريف الجبال أو التعرف على الجبال يكون في الغالب من خلال ارتفاعات الجبال، من خلال حجم الجبال، من خلال الانحدار والتباعد والاستمرارية كمعايير هذه نحدد بها تعريف الجبال. بالتالي الجبل قد يكون هو عبارة عن سلسلة من الجبال مثل ما هو موجود عندنا في جبال السروات. أحيانا قد يكون تشكل أرضي موجود في منطقة معينة أو منطقة محددة مثل التشكلات الجبلية الموجودة في المناطق الوسطى والمناطق الشمالية والشمالية الغربية. تكون الجبال معروف أنه هو عبارة عن عمليات جيولوجية ترتبط بتحركات في تحركات القشرة الأرضية نتيجة لحركة الصفائح التكتونية. وحنا نعرف أن العالم قديما كان عبارة عن قارة ثم انفصلت إلى قارتين ثم انفصلت إلى عدة أجزاء. على سبيل المثال الجزيرة العربية كانت عبارة عن جزء من أفريقيا، وبالتالي كان الانفصال في أخدود البحر الأحمر وتشكل الشكل الجيولوجي الحالي، وبالتالي نتجت تشكلات الأرضية مختلفة من الجبال. طبعا الجبال تغطي تقريبا حوالي 33% من أوراسيا اللي هي أوروبا وآسيا، 19% من أمريكا الجنوبية، حوالي 24% من أمريكا الشمالية، وحوالي 14% من أفريقيا. وإحنا نحتفل اليوم في اليوم العالمي واليوم الدولي للجبال. هناك أمر مهم جدا هو أن مرتبطين فيه كمسلمين. هذا يعني أعتقد أنها يعطينا تصور، يعطينا انطباع عن فعلا أهمية الجبال في حياة البشرية بشكل عام وفي حياتنا كمسلمين. حنا نعرف أن الرسالة انطلقت من جبل، من غار ثور في جبل حراء. وبالتالي نحن كمسلمين وكمؤمنين نؤمن إيمان تام بأهمية الجبال، أنها هي خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وردت تقريبا حوالي 33 مرة في القرآن، وصيغة المفرد حوالي 6 مرات، مما يدل على أهمية الجبال في حياة الإنسان والكون. طبعا نحن نؤمن بأن خلق الجبال هو خلق من مخلوقات الله، فيها طبعا خلقت لإرساء الأرض، فيها رواسي شامخات الجبال أرساها. ايضا في الهدي والسنه النبويه ورد كثير جدا في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا الموضوع، خاصه عندما قال صلى الله عليه وسلم في جبل احد جبل يحبنا ونحبه.
وبالتالي أيضا جزء من الحمى في الإسلام هي منطقة جبلية، مكة المكرمة والمدينة المنورة هي عبارة عن تكوينات ومناطق جبلية. فأهمية البيئات الجبلية من هذا المنطلق ومن هذا المدخل نعرف أن الجبال فعلا تغطي تقريبا من 13 إلى 25% من مساحة اليابسة على الأرض. طبعا موطن كما تفضل أخوي سعادة المستشار أحمد، لأنها موطن لحوالي 13% من سكان العالم. الجبال تضم حوالي الثلث من التنوع الأحيائي في العالم، طبعا يشمل جميع المخلوقات والكائنات الحية، من نباتات، من حيوانات، من الفقاريات. أيضا مركز التوطن، كيف أن مركز التوطن أن أكثر الأنواع اللي موجودة في الجبال هي أنواع متوطنة، بالتالي معظم التنوع اللي موجود هو عبارة عن انشقاق ونشوء من هذه الأنواع اللي موجودة في الجبال. أيضا الجبال تلعب أهمية كبيرة جدا في التنوع الأحيائي من خلال تأثيرها على المناطق المجاورة المنخفضة، وذلك من خلال تبادل العناصر الأحيائية. إحنا نعرف أن الجبل في الغالب هو عبارة عن gradient، يعني مرتفعات مختلفة، كل جزء من الجبل يمثل بيئة معينة، بالتالي الجبل عبارة أو المنطقة الجبلية عبارة عن نظام بيئي مختلف. فالمنطقة الأعلى تؤثر على المنطقة الأسفل الوسطى، والوسطى تؤثر على المنطقة الأسفل، وبالتالي يكون هناك نوع من نوع التبادل النظام البيئي من خلال العناصر الأحيائية وغير الأحيائية الموجودة في البيئة الجبلية. أيضا التغير في مستوى الارتفاع مثل ما ذكرت أنه يؤدي إلى تنوع مختلف، سواء في طبعا نتيجة الاختلاف المناخ وجريان الماء واختلاف الظروف البيئية. الأنواع الموجودة في المناطق الجبلية طبعا تأقلمت على الظروف المناخية، نجد أن كثير من الأنواع في مناطق عالية جدا تأقلمت على درجات حرارة معينة، أيضا على مستوى هطول من الأمطار معين. نعرف أن ثراء الأنواع والتنوع يوجد بنسب عالية في المناطق الجبلية. طبعا المنطقة الجبلية ممكن تكون مناطق محمية، تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 408 منطقة محمية في العالم، في أكثر من 94 بلد نصها في المناطق الجبلية، وهذا يعني يعزز بشكل كبير دور البيئات الجبلية في حفظ التنوع الأحيائي بشكل عام. أيضا البيئات الجبلية في الغالب أنها معروفة هي تكون موقع للتراث العال الطبيعي، وأحيانا في أحيان كثيرة للأمور السياحية والمواضيع السياحية والجذب السياحي والترويح، وبالتالي هي فعلا تقدم خدمات كبيرة جدا للبشرية. في بيئات المملكة العربية السعودية طبعا الجميل في الموضوع أن بعض المناطق المحمية هي موجودة أساسا في مناطق جبلية. لو نظرنا الخارطة، هذه في خارطة منظومة المناطق المحمية اللي يعمل عليها المركز الوطني لتنمية الحياة البطرية، أن معظم المناطق المحمية هي مناطق جبلية. على سبيل المثال منطقة طويق، محمية الوحول في منطقة جبل طويق، سلسلة جبل طويق في الوسط، أيضا في محمية شدة، في محمية ريدة، جزء من محمية عروق بني عاض هي جزء منطقة جبلية. بالتالي المناطق الجبلية عندنا هي سلسلة جبال الشروات الممتدة من الشمال إلى الجنوب، سلسلة جبال طويق الممتدة من نفود الأسويرات في الزلفي إلى حدود الربع الخالي، أيضا التشكيلات الجبلية الموجودة في منطقة جبلية وسلمة، أيضا بعض التكوينات الجبلية الموجودة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية الغربية. هذه كلها بيئات مهمة جدا وتمثل أهمية كبيرة جدا في حماية وحفظ التنوع الحيائي بشكل عام. لو ننظرنا للشريحة اللي بعد الخارطة اللي بعدها تكون بشكل أوضح، هي المناطق اللي باللون الرمادي مناطق جبلية ممتدة من الشمال للجنوب، أيضا من في الوسط بعض التشكيلات في الجيوب المختلفة في مناطق المملكة العربية السعودية.
بعض في المملكة العربية السعودية التنوع الحيواني أو الفطري كبير ومتنوع، وبيئات الجبلية في المملكة تحتوي على العديد من الأنواع. تكلم عنها زميلي الأستاذ مستعدة المستشار قتيبة فيما يتعلق بالجانب النباتي، أيضا زميلنا الأستاذ جابر سيتحدث فيما يتعلق ب التنوع الأحيائي للطيور في العرض القادم. لكن فيما يتعلق في بعض الأنواع المهمة اللي هي نسميها يعني أنواع فطرية مهمة جدا، فلاج سبيشيز، ما لا يمكن أن نحصر كل الأنواع حقيقة، لكن لأن الجبال بشكل عام إما أن تكون بيئات مناسبة بشكل مباشر أو تكون بشكل غير مباشر، ففيها تنوع كبير جدا في كل عناصر التنوع الأحيائي. لكن نتحدث عن بعض النماذج هنا لأنواع الفطرية في الجبلية في المملكة العربية السعودية. أهم الأنواع اللي موجودة معنا اليوم هي طبعا النمر العربي، موجود في سلسلة جبال الثروات في المنطقة الجنوبية الغربية، هو هذا نوع مهدد بالانقراض، متوطن في المناطق الجبلية، يعني لا يوجد سوى في العالم، لا يوجد سوى في هذه المنطقة، وبالتالي تمثل البيئات الجبلية والنظام البيئي اللي موجود في المناطق الجبلية أهمية كبيرة جدا لانتشار وتوزيع هذا النوع وبقاء هذا النوع. وبالتالي هذا النوع يعني من أندر الأنواع اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، ومن أندر الأنواع الموجودة في البيئات الجبلية. الوشق أيضا كراكل من الأنواع اللي موجودة بصورة شبه مهددة بالانقراض، أعداد النوع هذا قليلة، موجود في سلسلة المناطق مناطق الثروات، أيضا في المناطق الشمالية الغربية الجبلية الشمالية الغربية، أيضا في المناطق الجبلية في منطقة الوسط وفي سلسلة جبال طويق يوجد هذا النوع بأعداد قليلة جدا، يتعرض إلى الصيد العشوائي أو القتل إن صح التعبير، قلة المفترسات، أيضا هناك تدمير في بعض المواقع لبيئات هذا النوع. الأنواع الأخرى اللي موجودة من أهم الأنواع اللي موجودة في البيئات الجبلية في المملكة العربية السعودية، وتمثل البيئات الجبلية أهمية كبيرة لوجودها وانتشارها وتوزيعها، هو الوعل النوبي كامبرا نوبيانا. الوعل النوبي نوع مهدد بالانقراض، موجود في سلسلة جبال طويق في محمية الوعول في وسط المملكة العربية السعودية جنوب الرياض بحوالي 150 كيلومتر. الأعداد هناك في المحمية جيدة، يعني وتمثل لها الحماية اللي موجودة في المحمية فرصة كبيرة جدا في تكاثر وانتشار هذا النوع. يتعرض طبعا للصيد في سواء في المحمية أو في خارج حدود نطاق المحمية، ينتشر في سلسلة الجبال الشمالية الغربية، أيضا في الجنوب مناطق الجنوبية موجود. أعداد هذا النوع يعني متوسطة إلى قليلة جدا، تمثل البيئات الجبلية بالنسبة لهذا النوع أهمية كبيرة جدا. الوبر الصخري أيضا من الأنواع من الثدييات، موجود في المناطق الجبلية، تمثل البيئات الجبلية أهمية كبيرة جدا لهذا النوع، موجود في سلسلة جبال طويق في الوسط في محمية الوعول، أيضا سجل هذا النوع بأعداد جيدة، موجود في المناطق الجنوبية الغربية، أيضا في بعض الجيوب والمجتمعات الصغيرة جدا في المناطق الشمالية الغربية. أيضا من الأنواع الجبلية المهمة في بيئات المملكة العربية السعودية الأفعى النفاثة في تسريتانس، طبعا هذا النوع موجود في سلسلة جبال إن صح التعبير الثروات من الطائف جنوبا حتى منطقة عسير. هذا النوع يوجد على ارتفاع حوالي 1000 متر عن مستوى سطح البحر، من الأنواع السامة، مهم جدا في عملية النظام البيئي. النوع الآخر أيضا من حرذون ستيليو،
فالوداكاستيليو موجود في من نوع من انواع العظاءات، موجود في المناطق الشماليه الغربيه، المناطق الجبليه الشماليه الغربيه، يوجد باعداد قليله جدا. ايضا هناك نوع من انواع السحالي من انواع العظاءات اللي هو عظاء حضرموت اكانثوسيروس ادريماتانوس، موجود في المناطق الجبليه الجنوبيه الغربيه. اعداد النوع هذا يعني غير معروفه بدقه. ايضا الشريحه اللي بعدها ما في اشكاليه، اكانثوسيروس يمنينسيس من الانواع السحالي اللي موجوده في البيئات الجبليه وتمثل لها البيئات الجبليه اهميه كبيره جدا. ايضا تمثل البيئات الجبليه اهميه كبيره جدا لانواع من انواع الضفادع اللي هو فلايتس هيرنبرغي، هذا يسمى الضفدع الرشيق، موجود في المناطق الجنوبيه الغربيه الجنوبيه بشكل ادب، موجود على ارتفاعات عاليه جدا. ايضا ان العلجوم العربي بوفو ارابيكاس من الانواع المهمه واللي تمثل لها البيئات الجبليه اهميه كبيره جدا، موجود في المناطق الجنوبيه الغربيه مرتفعات الجنوبيه الغربيه، ايضا موجود في مرتفعات سلسله جبال طويق في بعض المناطق. بالتالي هذه الانواع امثله ونماذج تمثل البيئات الجبليه لها اهميه كبيره جدا. المحافظه على البيئات الجبليه يمثل ايضا أهمية كبيرة جدا للمحافظة على هذه الأنواع، وبالتالي هناك تداخل في المنظومة البيئية من صح التعبير بشكل عام. أشكر لكم استماعكم وأتمنى لكم الفائدة. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور محمد على العرض. المتحدث التالي سيكون سعادة الأستاذ جابر بن سلمان حريصي، وهو باحث علمي مختص في مجال الدراسات الحيوانية في المركز الوطني لتنمية الحيوانات. لديه ماجستير في علوم البيئة. الأستاذ جابر سيحدثنا عن أهمية البيئة الجبلية للطيور، فليتفضل في 15 دقيقة لو سمحت أستاذ جابر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل أستاذ جابر. بس نبيل العرض بس. بسم الله. طبعا محاضرتنا اليوم بإذن الله راح تتناول أهمية البيئة الجبلية للطيور. المحتوى المحاضرة الشريحة الثانية تكرم. راح نتطرق في هذه المحاضرة بمشيئة الله عن مقدمة عن الطيور في المملكة، بالإضافة إلى أهمية الجبال للطيور والطيور في هذه المناطق الجبلية وأهم أنواع هذه الطيور أيضا، والمهاردات الطيور في المناطق الجبلية والخطط الممكنة للمحافظة على الطيور في هذه المناطق، بالإضافة إلى الخلاصة في نهاية المحاضرة. شريحة ثانية اسمح. شريحة ثانية اسمع. شريحة ثانية اسمع. يبدو في مشكلة في بعض الشريحة. أستاذ أحمد تفضل. أستاذ جابر ممكن أعتقد أنه في مشكلة تقنية في عرض الشرائح. أي ممكن تكمل العرض، يمكن تكمل الشرح إلى أن تحل هذه المشكلة. ما هي مشكلة. طيب أن الطيور لدينا في المملكة العربية السعودية سجل في المملكة عدد
500 نوع طيور، منها 277 نوعا مهاجرا و223 نوعا معششا. ال 223 منها 130 نوعا مستوطنا، بالإضافة ل 19 نوع متوطن في شبه الجزيرة العربية ونوع واحد متوطن بالمملكة، منها أيضا 30 نوع مهدد بالانقراض عالميا. أهمية الجبال، أهمية الجبال الجزء الأول، تميزت جبال، لدينا جبال حجاز ومرتفعات عسير بكثافة الغطاء النباتي، وتعد هذه الجبال أيضا موطنا مهما جدا للطيور المتوطنة، وتتميز بأكبر عدد ممكن من الطيور لما توفره هذه الجبال أيضا من موائل مختلفة. وتعتبر الجبال أيضا ممر رئيسي للطيور المهاجرة التي تعبر أراضي المملكة، وأيضا هذه الجبال توفر موطنا حيويا للتغذية والراحة أيضا، ومسار مهم جدا للطيور الجائحة. الجزء الثاني من أهمية الجبال، لدينا الطيور الحوامة تستخدم أيضا تيارات الحمل الساخن خلال طيرانها، ومعظمها من الطيور الجوارح، بمعنى أن هذه الطيور تعتمد على الهواء الساخن المرتفع إلى أعلى على شكل ناحية الجبال على شكل دوامات هوائية، لأن هذه الدوامات تكون ناتجة عن تسخين أشعة الشمس لسطح الأرض، وبالتالي يؤدي إلى تسخين طبقة الهوائية ملامسة لسطح الأرض وتسخين على الارتفاع إلى الأعلى، بمعنى أن الهواء الساخن هو المسؤول أو المتحكم بطيران هذه الجوارح، وأيضا منها العقبان والباز والحدائق والغرانيق وبعض أنواع البشمات. لدينا خريطة، بس إن العرض للأسف متوقف، هذه الخريطة توضح المناطق المحمية القائمة الجبلية لدينا ومطرحة في المملكة. هذه المناطق لدينا حاليا المناطق المحمية القائمة التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة البرية، منها محمية الوذول وهي محمية قائمة وفيها سلسلة من سلسلة جبال طويق، ولدينا أيضا محمية جبل شدة الأعلى، ومحمية نباتية أول وفيها بعض أنواع الحيوانات، ومحمية موجودة في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة، ولدينا أيضا محمية جرفريدة في منطقة السودة. طبعا محمية جرفريدة طبعا داخلة في الموقع عسير الوطني التابع لإمارة منطقة عسير. لدينا أيضا المحميات المقترحة التابعة للمركز الوطني تظهر بالخريطة، وللأسف الخريطة غير واضحة. أنا والله أتمنى أن العرض يكون واضح، لأن الشرح بدون شرائح ما توضح. أستاذ أحمد، والله اليوم المساء أنا مش موجود في الجهاز. طب خلاص إذا متفقين على الرقم ما عندك. طيب. نكمل الشرح. طبعا الشريحة الطيور في المناطق الجبلية، لدينا المناطق الجبلية تعتبر مناطق الجزيرة العربية بالتنوع الأحيائي، والمناطق الجبلية تعتبر مناطق مهمة جدا للطيور وأكثرها للطيور، وجميع الأنواع المتوطنة لدينا موجودة في هذه المناطق الجبلية وبالأخص في منطقة عسير، وتعتبر المناطق الجبلية مناسبة لمراقبة الطيور. لدينا قائمة بأنواع الطيور البرية المتوطنة على اليابسة الجزيرة العربية، جميع هذه الأنواع موجودة في المرتفعات الجنوبية الغربية، منها الحجر العربي ونقار الخشب العربي. أستاذ جابر، أعتقد أن العرض رجع مرة ثانية، لو تمر سريعا حطيك بعض الدقائق لهذا الخلل الفني إضافية، لو تمر سريعا للشرائح بشكل سريع على الشرائح التي سبق تحدثت عنها بدون العرض. تفضل أستاذ جابر. يا ليت بس يرجع على الخريطة بس.
دكتور محمد المطيري لو تحط ميوت من عندك لو سمحت. دكتور محمد المطيري ايش يخبر؟ اي قفل الصوت عنده دكتور محمد المطيري. ممكن تتحرك في الشرايح بس؟ شرايح لو تكرمت بس لو شريحة الخارج. ايوه كويس ممتاز. هذا الخريطه الصوت واضح. لدينا الخريطة توضح المناطق المحمية الجبلية القائمة والمقترحة في المملكة. طبعا لدينا المحميات المحمية القائمة حاليا تابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. لدينا محمية الوعول وأيضا محمية جبل شد الأعلى وأيضا لدينا محمية جرف ريدة. ومحمية جرف ريدة أيضا كما تلاحظون بأنها واقعة داخل منتزه عسير الوطني. ولدينا أيضا المناطق باللون الأخضر المحميات الجبلية المقترحة التابعة أيضا للمركز. وأيضا لدينا المحميات الجبلية القائمة حاليا وتابعة لجهات أخرى تظهر باللون البرتقالي. وأيضا لدينا المحميات الجبلية المقترحة التابعة لجهات أخرى وتظهر باللون السماوي. الشريحة اللي بعدها الطيور في المناطق الجبلية. المناطق الجبلية لدينا في المملكة تعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالتنوع الأحيائي، وتعتبر المناطق الجبلية من أهم أنواع المناطق الجبلية تعتبر من أهم أنواع من أهم مناطق الطيور في المملكة وأكثرها غنى بالطيور. وتعتبر جميع الأنواع هذه متواجدة في هذه المناطق الجبلية وبالأخص في منطقة عسير. تعتبر أيضا المناطق الجبلية مناسبة جدا لمراقبة الطيور من قبل الباحثين والهواء وغيرهم. الشريحة اللي بعدها هذا الجدول يوضح أنواع الطيور البرية المتوطنة على اليابسة. كما تلاحظون بأن جميع هذه الأنواع متواجدة لدينا في المملكة وبخاصة في المرتفعات الجنوبية الغربية. ويلاحظ في الجدول أيضا القائمة بالأنواع والتقارب الجغرافي الأحيائي، يعني أماكن تواجد هذه الأنواع والتوزيع الجغرافي. وكما تلاحظون أيضا بأن المرتفعات الجنوبية الغربية تتواجد بها جميع هذه الأنواع. الشريحة الثالثة اللي بعدها أهم أنواع الطيور المتوطنة في المناطق الجبلية في منطقة عسير. الشريحة اللي بعدها لدينا النوع الأول طائر العقعق العسيري. طائر العقعق العسيري يتواجد هذا الطائر بأعداد قليلة للأسف في منطقة عسير، يعتبر مهدد بالانقراض حاليا وكثير ما يتواجد قرب المناطق الجبلية. طبعا هذا النوع يعشش من ضمن عائلة مكونة من 5 إلى 7 طيور. تبقى للأسف 36 كيلو متر مربع كموطن مثالي لهذا النوع، وتبقى أيضا من هذا النوع أقل من 100 زوج. ويعتبر هذا النوع هو النوع الوحيد المتوطن لدينا في المملكة، بمعنى أن هذا النوع لا يتواجد في أي مكان في العالم إلا لدينا في المملكة وبالأخص في المناطق الجنوبية الغربية. الشريحة اللي بعدها الشريحة الثانية النوع الثاني نقار الخشب العربي. نقار الخشب العربي أدرج طبعا هذا النوع في القائمة الحمراء لعام 2008 نظرا لأن أعداده بدأت تقل نتيجة لتدمير موائله الطبيعية، ويتواجد أيضا في مختلف الموائل الشجرية. الشريحة اللي بعدها النوع الثالث الضخم المنقار العربي.
أيضا يتواجد هذا النوع في المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، ويتواجد أيضا في غابات العرعر، وأعداده بدأت تبدو حاليا قليلة. طبعا أصبح هذا النوع قريب من التهديد. الشريحة الرابعة بعدها. هذا النوع الحجل العربي، طبعا الحجل العربي يعتبر هو من أكبر أنواع طيور الحجل، يقطن أو يتواجد في المرتفعات الجبلية، ويعتبر أكثر هذه الأنواع الحجل انتشارا. وتجد هذا النوع في العادة يفضل الصخور، ولا يفضل ممكن يتواجد على ارتفاعات، يعني لا يفضل أن يتواجد على ارتفاعات يعني محددة، ويعتبر من أكثر أنواع عيش الحجل تميزا. الشريحة اللي بعدها. الحجل النوع هذا يسمى حجل فلبي. طبعا هذا النوع أقل انتشارا من النوع السابق اللي هو الحجل العربي. يمتد هذا النوع أو يتواجد من الطائف الشريحة اللي بعدها. الشريحة التالية اسمها. النوع هذا يسمى الشمعي المنقار العربي. يتواجد هذا الطائر في مختلف الموائل المكتظة أو بالحياة النباتية، ويتواجد أيضا في المرتفعات التي تسودها غابات العرعر. يتواجد في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف. يعتبر أحد أندر الطيور العربية. يوجد منه 35 ألف زوج فقط في العالم. ينحصر تواجده حاليا في السعودية واليمن. النوع هذا يسمى التمير العربي. يتواجد في جنوب غرب المملكة، ويقطن أيضا مختلف الموائل من المناطق، يعني يتواجد المناطق التي يتواجد بها النباتات الكثيفة، وأيضا يتواجد في مواطن الشجيرات المنخفضة الجافة. الشريحة اللي بعدها لو سمحت. عند النوع هذا يسمى التمير الفلسطيني. يعتبر من الأنواع المتوطنة في شبه الجزيرة العربية. يوجد في المنطقة أيضا ممتدة، تعتبر من جنوب المملكة مرورا بالحجاز، بالإضافة إلى تواجده أيضا في المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتواجد أيضا في اليمن. الشريحة اللي بعدها. الدخل العربية. الدخل العربية تتواجد في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. هذا النوع يفضل شجيرات الطلع في المناطق تقريبا شبه الجافة. هذا النوع يشترك فيه الزوجان في بناء العش وطعام الفراخ. الشريحة اللي بعدها. النعار العربي. يتواجد هذا النوع تقريبا إلى ارتفاعات تصل إلى 2900 متر في منطقة جبل السوتة بمنطقة عسير. يتواجد أيضا في المناطق المفتوحة المليئة بالأشجار والشجيرات، ويتواجد أيضا في المناطق الزراعية. الشريف اللي بعدها. مهددات الطيور في المناطق المحمية. في المناطق الجبلية الطيور لديها مهددات في هذه المناطق الجبلية، منها تدمير المناطق الطبيعية وقطع الأشجار المعمرة. ويعتبر هذا المهدد أدى إلى بعض دخول بعض أنواع القوائم المهددة بالانقراض، وما نلاحظه من هذه المناطق وتعرضها للتجريف والإزالة. وهذا المهدد يعتبر داخل في جزء كبير من تعرض بعض الأنواع الانقراض، وقطع الأشجار المعمرة، وهذا برضو من نفس الموضوع. النوع الثاني أو المهدد الثاني الصيد الجائر للطيور، ويعتبر أيضا مهدد كبير جدا لبعض أنواع الطيور، بالإضافة إلى التلوث البيئي للمواد الصلبة والسائلة. إنشاء المشاريع بدون إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي، وهذا له أثر كبير جدا على الطيور وبعض الحيوانات الأخرى، لأن بعض المشاريع لدينا كانت تنشأ للأسف دون رجوع لإجراء أي دراسات تقييم الأثر البيئي، ومن ثم تتعرض لبعض الأنواع إلى بعض التدهور في موائلها الطبيعية بسبب عدم إجراء دراسات الأثر البيئي لهذه المشاريع، بالإضافة إلى قلة الوعي بأهمية الطيور وما ممكن أن تقدمه لنا هذه الطيور من خدمات مجانية، وينبغي التوعية في هذا المجال. الشريحة اللي بعدها.
الخطط الممكنة التي ممكن تحافظ على الطيور في المناطق الجبلية لمراقبي لحتى تجعل هذه المناطق الجبلية مقصد لمراقبي الطيور. الجزء الأول حماية المناطق الهامة للطيور المحافظة عليها، إعداد طبعا حماية المناطق الهامة للطيور، وفي بعض المناطق الآن يعني منها محميات قائمة وبعضها مقترحة مستقبلا، بالإضافة إلى أهمية المحافظة عليها وإعداد خطط طويلة المدى تلك المناطق، بدء بعمل برامج تدريب لأبناء المنطقة، تأهيل هذه المناطق كنزل بيئية كما لدينا حاليا في محمية عرض بالمعارضة، وبإذن الله كنوع من السياحة البيئية لجذب الباحثين والمهتمين والمختصين في مجال الطيور. الجزء الثاني أو الشريحة الثانية لكي نجعل على جعل نعمل على جعل منطقة عسير صديقة للطيور، هناك بعض الخطط منها إعداد دليل حقلي ومنشورات تعريفية للطيور. طبعا إن شاء الله قريبا سيصدر لدينا كتاب عن الطيور السعودية بإذن الله، سيكون يعني دليل حقلي ومرجع للطيور بإذن الله في المملكة بشكل عام. عمل لوحات إرشادية للمواقع المناسبة، وهذا شيء جدا مهم لابد من العمل عليه، وسيتم بإذن الله خلال المرحلة القادمة العمل على هذا الشيء بإذن الله. إعداد برامج توعية لأهمية الطيور في حياة الإنسان، وبرامج توعية جدا جدا مهمة ويجب أن لا تتوقف وأن تستمر، والعمل على تطويرها وإيصالها للناس بأي طريقة كانت. منع الصيد داخل مناطق الهامة للطيور، وهذا أيضا مهم جدا، وبإذن الله سيتم عمل على تحديث هذه اللوائح وفرض العقوبات والغرامات. عمل الدراسات الخاصة، وهذا شيء تطرقنا له في الشريحة الماضية، وهذا شيء جدا جدا مهم، والحمد لله بدأت الآن الشركات والجهات الحكومية بالتركيز على هذا الشيء. الشريحة اللي بعدها خلاصة العرض ومحاضرتنا لهذا اليوم. تعتبر المناطق الجبلية من أقنى مناطق الجزيرة العربية في الطيور المتوطنة والمهاجرة، لذلك فهي مقصد للجميع سواء من مراقبي الطيور من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى محبين الطبيعة. والاستدامة هذه الموارد عين الاهتمام بحمايتها وتطبيق مفهوم السياحة في جميع المشاريع التنموية فيها. الشريحة اللي بعدها تقدم بالشكر لكل من ساعدنا في هذا العرض سواء من صور أو معلومات، سواء للأخوان بندر الجابر، بدر القاسم، الدكتور محمد شبراق، الأخ أحمد العمري، الأخ أحمد نيازي، الأخ نادر الشمري، الأخ جون بانجتون، والأخ محمد المحاترش. شكرا شكرا لحسن استماعكم، ونتمنى أننا وصلنا لكم المعلومة، وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا أستاذ جابر على العرض الشيق، وأعتذر نيابة عن زملائي في الإدارة إدارة الملتقى عن العطل الفني الخارج عن الإرادة. أثني على ما ذكرت من كتاب الطيور الذي سيكون قريبا إن شاء الله بين أيدي القراء والمهتمين، وهو كتاب غاية في الأهمية. أرحب أيضا بالزميل الأستاذ عبد الله السحيباني وهو محرر رئيسي في هذا الكتاب، وهو نائب الرئيس التنفيذي للمركز، والكتاب مدعوم من شركة أرامكو، سيكون في جزئين إن شاء الله، ويغطي كامل التنوع الطيور في المملكة العربية السعودية باستفاضة، سيكون علامة مميزة وفارقة في دراسات الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية. متحدثنا التالي سيكون سعادة اللواء مبارك بن إبراهيم الخريف، سيحدثنا مع زميله سعادة الرائد محمد بن رافع الكثيري عن مكافحة الحرائق في المناطق الجبلية. سعادة اللواء مبارك بن إبراهيم بن مبارك الخريف هو مدير إدارة العامة للإطفاء والإنقاذ، عمل أيضا في السابق مديرا لإدارة شؤون المتطوعين بالدفاع المدني، لديه بكالوريوس في العلمية في عام 1411، وبكالوريوس في السنة وعلومها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعفوا المايك لو سمحتوا، ودبلوم في الإدارة الأمنية في جامعة من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، وماجستير في علوم الإدارة من جامعة نايف العربية، والزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية من جامعة غرناطة في مملكة إسبانيا. لسعادة اللواء مبارك عديد من الدورات، من أهمها دورة في مكافحة حرائق الغابات في إدارة الإطفاء من سيدني في أستراليا،
وهو عضو في العديد من اللجان والمهمة المتعلقة بمسائل الإطفاء. المتحدث المشارك في الورقة القادمة سيكون سعادة الرائد محمد بن رافع الكثيري، وهو مدير شعبة مواد الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ، بكالوريوس في مجال الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديه العديد من الدورات المتخصصة في الطوارئ والمتنوعة في مجال الإطفاء بالإضافة إلى الخبرات الميدانية. ليتفضلوا، سأترك لهم الفرصة للعرض لمدة 15 دقيقة عن مكافحة الحرائق في المناطق الجبلية. تفضل سعادة اللواء. شكرا أستاذ أحمد، شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتقدم الشكر الجزيل لوزارة البيئة والمياه والزراعة في إشراك المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الملتقى المهم والحيوي. والحقيقة أنه المديرية العامة للدفاع المدني جزء لا يتجزأ من منظومة حماية المناطق الغابات، وبالذات المكان منها موجود في المناطق الجبلية. ولا يخفى عليكم أنه سلسلة الجبال الثروات من ابتداء من منطقة مكة المكرمة وانتهاء بمنطقة جازان وما تحويه من كنوز ثمينة، سواء كانت هذه الكنوز معادن ومناجم مختلفة أو كأنها مكان استقطاب سياحي أو حتى تنوع حيواني ونباتي يساهم في أيضا الأمن الغذائي. وللمديرية العامة للدفاع المدني شراكة وطيدة جدا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ القدم في عملية المحافظة على هذا التنوع الجميل جدا والهام والثروات الكبيرة جدا في مناطقنا الجبلية، سواء كان على مستوى لجان أو فرق العمل، سواء كان أيضا ممثلا بالجهاز الرئيس في المديرية العامة للدفاع المدني أو بزملائنا في مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير والباحة ومنطقة مجانا. وهناك شراكات فاعلة أيضا للدفاع المدني مع الجامعات، جامعة الخالد وجامعة جازان وجامعة الباحة، من أجل تسليط الضوء على هذا الكنز وعلى سبل الوقاية والمحافظة عليه. المديرية العامة للدفاع المدني هي جزء مساند في أعمال المحافظة على المناطق الجبلية، لأن الجزء الرئيس موكل بوزارة البيئة والمياه والزراعة كونها هي جهة الاختصاص وهي الجهة الراعية لمثل هذه الثروات. فانطلاقا من هذا الدور الريادي الذي تهتم فيه والمديرية العامة للدفاع المدني، كان لها خططها السابقة والتخطيط المسبق من أجل المحافظة على هذا الكنز، وكذلك التدخل في حالة وجود حوادث، سواء كان من خلال فرق الدفاع المدني المنتشرة على جبال الثروات، أو من خلال الاستفادة من المجتمع المحلي من خلال نشر ثقافة العمل التطوعي. والدفاع المدني فرق عديدة جدا في هذه المناطق ليس هناك مجال لذكرها، المتطوعين شاركوا معنا مشاركة فاعلة سواء كان في مجال التوعية أو في مجال المواجهة أو حتى مجال إعادة الأوضاع. أدخل بصلب الموضوع، الحريق هو لا يخفى عليكم أنه هو عملية أكسدة سريعة تنتج عن تفاعل كيميائي ينتج عنه حدوث ضوء وحرارة في كثافة متنوعة، وهذه الشريحة تسلط الضوء على أنواع الحرائق. طبعا لا يخفى عليكم أنه مثلث الحريق يحوي ثلاث عناصر رئيسية اللي هي الحرارة والوقود والأكسجين. عند وجود هذه البيئة المناسبة من خلال توفر هذه الأركان الثلاثة، فهنا يحدث حريق في تلك المناطق الجبلية. وحرائق المناطق الجبلية الحبة لا يخفى عليكم أنها صعبة جدا بسبب وعورة التضاريس وتنوع الطبوغرافي لهذه الجبال، وخصوصاً جبالنا في المملكة العربية السعودية التي هي كنز الغابات وتتركز فيها معظم غابات المملكة. حرائقها تكون صعبة بسبب عدم قدرة آليات الدفاع المدني في الوصول إلى الموقع بشكل سريع، لأنه معظم هذه المناطق مناطق وعرة ورأسية وجبال شاهقة.
فيأخذ هذا الأمر جهد كبير سوف يوضحه الزميل رائد محمد عند تحدث عن استراتيجية المواجهة. اللي أحب أتكلم عنه أنه من أسباب المنشئة لحوادث الحريق في هذه المناطق الغابية اللي هي قد تكون بأسباب اشتعال ذاتي بسبب حرارة الشمس نظرا لوجود تيبس في الحشائش البسيطة الموجودة في الغطاء النباتي في المناطق الجبلية أو بسبب عبث السياح هداهم الله والمصطافين أو كذلك بسبب وجود أعمال هندسية قد تكون موجودة مما نتيجة للحفر أو نتيجة لأحيانا استخراج بعض المعادن أو استخراج القطع الصخري في هذه المواقع قد يحدث شرب وبالتالي يحدث الحريق. مشكلتنا في هذه المناطق الجبلية أيها الأحبة أنها لما قلنا لكم الحريق هو الرأسي وفي قمم الجبلية وبالتالي تكون مواجهته صعبة وخصوصا أيضا عند تأخر البلاغ ووصوله إلى الدفاع المدني. أرجو من الزميل أنه يركز فقط على الشريحة الثانية والرائد محمد سوف يستكمل بقية الشرائح. فعند تأخر البلاغ وهو ما ندعو إليه وهو أيضا موضح من ضمن الدراسات التي تركت فيها المديرية عام الدفاع المدني بالشراكة مع الأخوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه عند وجود حراس للغابات سوف يتم تمرير البلاغ بصورة سريعة جدا إلى الدفاع المدني لأن حارس الغابة هو المستجيب الأول لأي حادث حريق في هذه المناطق لأنه تعرفون أنه زمن الاستجابة هو بالثواني وعند تأخر عملية البلاغ أو عند عدم مباشرتها من قبل حراس الغابات فإن الحريق سوف يستشري وينتشر بصورة خصوصا إذا صادف وجود تيار هوائي عالي جدا في مثل هذه المناطق وبالتالي يؤدي إلى انتشار وهما شاهدناه في حرائق جبال ميسان أو حرائق تنومة أو حتى حرائق جيزان. يستكمل معكم زميلي الرائد محمد وهو من الزملاء المختصين في هذا المجال وهو عضو أيضا في اللجان المشكلة مع الأخوان في وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل التوصل إلى آلية سريعة جدا في إيصال البلاغ عن حرائق الغابات وتوفير أجهزة استشعار وما أوصت به الدراسة التي وافق عليها سمو السيد وزير الداخلية من أن يكون هناك أجهزة استشعار سواء من خلال الأقمار الصناعية أو من خلال الكاميرات وكذلك أيضا دور البارز لحراس الغابات في إيصال البلاغ بصورة عاجلة وكذلك أهمية العناية في المجتمع المحلي لأنه يا الأخوان المجتمع المحلي هو المتضرر وهو أحيانا المتسبب وجود الحرق وهو أحيانا المباشر الأولي لأي حادث حريق في تلك المناطق. فالعناية بالمجتمع المحلي توعية وتدريبا وثقافة أمر مهم جدا للتصدي لحرائق الغابات. معكم زميلي الرائد محمد الآن يتفضل لاستكمال بقية. شكرا جزيلا على الاستضافة ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع في هذا الملتقى. والحقيقة زي ما تفضل سعادة سلوى ومبارك الخريف فيما يخص المقدمة عن الغابات والاستراتيجية نتكلم هنا بداية عن مفهوم حرائق الغابات التي تحدث في أي نمط بيئي أرضي نظرا لتراكم باقي النباتات أو النباتات ذاتها حيث تصبح في وقت معين من السنة قابلة للاشتعال بسبب الجفاف وقلة الأمطار وقد يتسبب الإنسان أو بعض العوامل الطبيعية كالبرق في اشتعال نار الحرائق بالغابات والتي يصعب السيطرة عليها وتختلف الحرائق التي تنشب في الغابات تبعا لنوع الأعشاب والأشجار التي تتعرض للحريق تبعا للعوامل الجوية المسيطرة عند نشوب الحريق. نأتي هنا في الشريحة لأنواع حرائق الغابات. الحريق الأرضي والذي حدث مؤخرا في حادث ميسان في المنطقة الغربية والذي تبدأ نبين فيه مفهوم الحريق الأرضي الذي تبدأ النار في الغابات العشبية والفروع المائلة للأشجار القريبة من سطح الأرض وجذور الشجر وينتشر
هذا الحريق بسرعة بطيئة وبشكل دوائر، ويمكن السيطرة على هذا النوع من الحرائق بسهولة عندما تتوافر الطرق المؤدية إلى موقع الحريق. النوع الثاني الحريق السطحي، وهذا الحريق هو ما حدث في حادث جبل غلامة في تنومة، ومادة هذا النوع من بقايا الأغصان المتخشبة والشجرات الصغيرة والأعشاب الجافة والحشائش والأشواك والأوراق اليابسة، وهي مواد شرهة للاحتراق، وتشكل ما نسبته 75% من مجموعة الحرائق الحرجية، وتنتقل فيه النوع من شكل حزام لا يتجاوز ارتفاعه مترين، وتختلف سرعة الرياح وكمية الرطوبة في الهواء ونوع المادة المحترقة وطبيعة الأرض، حيث تزيد سرعتها في المنحدرات عنها في الأراضي المستوية. النوع الثالث اللي هو الحريق التاجي، وهذا النوع من أخطر أنواع حرائق الغابات، حيث يبدأ غالبا بالحريق السطحي ثم تنتقل ألسنة اللهب إلى رؤوس الأشجار وتيجانها عند بلوغ شدة الحريق حدا معين، وما يزيد من صعوبة هذا النوع وخطورته صعوبة الوصول إلى المنطقة المشتعلة وخاصة الأشجار الطويلة. الشريحة التالية لو سمحت. الاستراتيجية المتبعة في عمليات مكافحة حرائق الغابات، سيتم التطرق في هذه الاستراتيجية لأبرز الإجراءات المتبعة في الحد من حرائق الغابات، وهذه الإجراءات على النحو التالي: أولاً التخطيط المسبق، إجراءة المواجهة، إعادة الأوضاع. ننتقل للشريحة اللي بعدها. التخطيط المسبق، تعمل المديرية العامة للدفاع المدني تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التي تحد من حدوث حرائق الغابات من خلال برامج إعلامية وتوعوية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة ورش العمل والندوات وتفعيل المجتمع المحلي من خلال التطوع، ومن تلك الإجراءات ما يلي: تحليل المخاطر كإعداد خارطة الخطر لمناطق المحيطة بمراكز الدفاع المدني، تحديد الاحتياج من القوى الآلية والبشرية بتجهيز ملابس ومعدات لحماية رجال الإطفاء من حرائق الغابات، وذلك طبقا لمتطلبات الـ NFPA 1977 المتمثل بمعيار ملابس الوقاية الشخصية، نشر خدمات الدفاع المدني، ويتم ذلك وفق خطة معدة من قبل الجهة المختصة تراعي الكثافة السكنية والعديد من العناصر الأخرى، ومتابعة توفير الاحتياجات الفعلية من الآليات والتقنيات التي تستخدم في مواجهة حرائق الغابات والمناطق الجبلية بصفة مستمرة، وإعداد مواصفات لتلك الآليات والمعدات الفنية، والتواصل مع الشركات المصنعة لتعزيز ودعم المراكز الميدانية التي تغطي المناطق الجبلية والتي تبلغ عددها 178 مركز بمختلف مناطق المملكة. توعية المجتمعية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويشكل الوعي العام والوعي البيئي تحديد حجر الزاوية في مجال الحد من اعتداء الإنسان على البيئة عامة والغابات على وجه الخصوص، فالإنسان يعتبر المسبب الأول في نشوب حرائق الغابات، لذلك فإن التوعية للإنسان ولفت نظري لتعديل مواقفه تجاه الغابة وتثقيفه حول أهمية الغابة وفوائدها متعددة هو أمر على جانب من الضرورة، ويستفاد من وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق إيصال الرسالة للمجتمع للمساهمة في الحفاظ على سلامة الغابات من مسببات الحرائق من خلال البرومهات الهادفة، رصد وضبط الملاحظات من خلال لائحة السلامة الزراعية. سادساً التدريب، من أهم عناصره التدريب على رأس العمل، ويوجد مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير مختص بعقد الدورات لتأهيل المستجدين وتعزيز إمكانيات القوى البشرية العاملين بالميدان، وكذلك بقية المناطق في جيزان ومكة. إعداد وتطبيق الخطط الفرضية والتجارب وعمل الزيارات بصفة مستمرة. ثامنا تفعيل المجتمع المحلي من خلال المتطوعين. تاسعا وأخيرا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المعنية بحماية الغابات حيال تحديد مواقع شرك الإصطادات داخل الغابات وتمركز أوقاد الذروة المتمثلة بكثافة الزوار للغابات من السياح والمتنزهين، وتثقيف عمال الغابات وحراسها وتأهيلهم للمساهمة في الحد من حرائق الغابات سواء بالبلاغ عند وقوعها أو مواجهتها حتى وصول فرق الدفاع المدني. وتولي المديرية العامة للدفاع المدني ممارسات وتطبيق مبادئ السلامة أهمية فيما يتعلق بسلامة الأرواح سواء للسكان المحليين أو رجال الإطفاء من خلال التقييم في جميع حرائق الغابات، وتشمل معلومات التقييم. ننتقل للشريحة اللي بعدها. تشتمل التقييم معلومات التقييم على موقع الحريق ونوع الحريق والوصول أيضا للحادث، الأماكن المحتملة تعرضها للحريق،
ظروف الطقس، اتجاه الرياح، سرعة الرياح، التضاريس، الرؤية، المصادر، إمدادات المياه، فرق الإطفاء. نأتي ثانيا للاستراتيجية الثانية اللي هي المواجهة. تعمل المديرية العامة للدفاع المدني على جودة وتحسين معيار الاستجابة بصفة مستمرة لجميع مراحله. الشريحة اللي قبلها لو سمحت. مراحل الاستجابة، خلي على الشريحة اللي في مراحل الاستجابة لو سمحت. تعمل المديرية على بصفة مستمرة على تحسين هذا المعيار اللي هو يتكون من كما هو موضح في الشريحة، اللي هو اكتشاف، بداية من اكتشاف الحريق إلى تلقي البلاغ إلى مرحلة الاستنفار إلى الانتقال لموقع الحادث ثم التمركز وبدء المباشرة ثم العودة إلى المقر لاستعداد الإطار لا قدر الله. كما تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بنشر خدماتها من خلال مراكزها الميدانية التي تغطي المناطق الجبلية ومن ضمنها ما حدث في حريق جبل غلام من استراتيجيات المكافحة التالية: أولا منع امتداد النيران للقرى المجاورة للحريق وحماية المنازل التي تقع في خط اتجاه الحريق. ثم نأتي إلى قطع سلسلة التفاعل الكيميائي من خلال استراتيجية تجويع النار ومحاصرتها، ثم المكافحة والمواجهة المباشرة لإخماد ألسنة اللهب وتطويق انتشار الحريق، ومن ثم دعم الموقف بالقوى البشرية والآلية اللازمة لإعمال المواجهة والإطفاء والاستعانة بالجهات الحكومية والأهلية. انتقل للشريحة اللي بعدها. مع الأخذ بالاعتبارات في التأثيرات الأساسية لسلوك النار في حرائق الغابات طبقا لمعيار الـ NFPA 1001، اللي هي أولا التضاريس، حيث تشير التضاريس إلى خصائص سطح الأرض وتأثيره الأساسي على سلوك النار، وتؤثر بشدة الانتحار للأماكن المنحدرة، الانحدار المنحدرة على معدل واتجاه انتشار الحريق في الغابات، حيث تنتشر الحرائق بشكل أسرع في الغالب في المناطق المرتفعة أكثر من المنخفضة، وكلما زادت شدة انحدار الحريق بشكل أسرع هناك عوامل أخرى تؤثر على سلوك الحريق في الغابات وتشمل التالي: الوقوع، الوقود اللي هو يعتبر العنصر الثاني. وقود الغابات يتم تصميمه بناء على موقع الوقود كما يلي: الوقود تحت سطح الأرض، الوقود فوق سطح الأرض، الوقود الهوائي، أيضا الوقود المضغوط. الاستمرارية: عندما يكون الوقود قريب من بعضه البعض ينتشر الحريق بشكل أسرع نتيجة انتقال الحرارة، وفي الوقود الغير متصل فإن معدل الانتشار يكون أقل توقعا أكثر من الوقود المستمرة. الكمية: كمية الوقود في منطقة معينة المقدار مؤثر على كثافة الحريق وكمية المياه يحتاج لها الانتهاء من الإطفاء. محتوى رطوبة الوقود: الوقود الذي يحتوي على رطوبة أقل يشتعل بشكل أكثر سهولة ويحترق بكثافة أكبر من الوقود المحتوى على رطوبة عالية. أيضا الطقس يعتبر من سلوك النار في حرائق الغابات، يشمل ما يلي: الرياح تشجع اللهب على انتشار أكثر كثافة عالية وتوفر الهواء المتجدد الذي يساعد في تسريع الاحتراق. أيضا درجة الحرارة، أيضا مؤثرات الرياح التي ترتبط بشدة بالرطوبة النسبية تؤثر بشكل أساسي على الوقود نتيجة للتجديف طويل الأجل. أيضا الرطوبة النسبية تؤثر بشكل ملحوظ على الوقود المتساقط والذي يحصل على رطوبة من الهواء. أيضا التسريب. نأتي إلى آلية التدخل في أعمال الإطفاء والمكافحة الميدانية. الشريحة اللي بعدها. صحيح. العمل على محاصرة الحريق وتطويق النار بتمركز فرق الإطفاء من جميع الجهات باستثناء جهة اتجاه الريح. إنشاء خط نيران بقطع وإزالة بعض الحشائش والأعشاب في طريق امتداد الحريق لمنع تغذية النار. تكوين مجموعة إطفاء صغيرة راجلة للعمل على متابعة بؤر الاشتعال ونقاط القصد للنار لمنع انتشاره في مواقع أخرى. أيضا مراقبة سرعة الرياح واتجاهها للتنبؤ بطريقة سلوك الحريق من النار. نأتي إلى الاستراتيجية. سعادة الرائد أرجو أن تختم في دقيقتين لأن تجاوزنا الوقت المتاح. شكرا لك. العفو. إن شاء الله ننتقل للشريحة الثالثة، إعادة الأوضاع. الشريحة اللي تليها لو سمحت. نأتي هنا إلى إحصائيات الحوادث، إحصائيات الحوادث والتي بلغت خلال 3 سنوات بما كما هو موضح بالجدول.
أيضا الرسم البياني يوضح لنا أيضا الحوادث التي وقعت عام 2020 وقبل نهايته بشهرين، تجاوز المجموع حوادث العامين السابقين له بضعف تقريبا حتى بلغ 75 حادث مقابل 62 حادثا للعامين 2018 و2019. الشريحة اللي بعدها، هنا طور طبعا انتقل للشريحة التالية. جهود لرجال الأطفاء، هذه صور لجهود رجال الأطفاء في عمليات المكافحة في جبل تلومة في غلامة. الشريحة التالية، الإجراءات بعد الحادثة التي هي إعادة الوضع. وفي هذه الاستراتيجية هناك استراتيجيات نعمل بها، اللي هي أولا استمرار مراقبة موقع الحريق. الشريحة التالية، استمرار مراقبة موقع الحريق بعد إعلان السيطرة عليه خشية النشوب مرة أخرى. إجراءات التحقيق وتتمثل في المعاينة والاستجواب مخاطبة الجهات المختصة لطلب الأدلة. ثالثا، إعمال الحماية والتنسيق الفعال. أيضا استخلاص الدروس المستفادة للعمل بها وتعميمها للجهات التابعة للمديرية العامة بالمناطق التي توجد فيها مناطق جبلية لتلافي القصور، وتحقيق معدلات أداء ومواجهة أفضل مستقبلا. نرجع للشرائح اللي فيها صور طائرات الإطفاء. طبعا جهود المديرية العامة للدفاع المدني التنسيقية في البحث عن التقنيات الجوية الطائرات الإيطالية المجنحة، حيث تم توفيرها الطائرات الإيطالية من طائرتين مكونة من 14 شخص فني للاستفادة من جهود الدولية. أيضا هناك جهود أخرى إن شاء الله للتنسيق بها مستقبلا لتوفير طائرات أيضا مروحية تكون أكثر مواصفاتها أفضل. ونهاية ورقة العمل، شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على العرض الوافي سعادة اللواء وأيضا سعادة الرائد، شكرا على هذا العرض الوافي. لدينا بعض الأسئلة، أرجو أن تختصر الإجابات أو تختصر في دقيقتين لكل سؤال حرصا على الوقت المتاح لهذه الورشة. السؤال الأول سيكون لسعادة المستشار قتيبة السعدون، كيف يتم زيادة مساحة هذه النباتات وانتشارها؟ تفضل مستشار قتيبة. شكرا، حقيقة سؤال مهم جدا. هو هناك العمل على شقين، الشق الأول زيادة النباتات في امتدادات الغابات. طبعا الغابات ما كانت هكذا، كانت بشكل أوسع من الوضع الحالي، لكنها انحصرت بعدة أسباب يعني تنموية وبشرية ومناخية. الآن المسار الأول اللي هو المفروض يكون يعني شكل الماء طبيعي بحماية المواقع تشكل امتداد الغابات، ومن ثم الماء الطبيعي لهذه الغابات وامتدادها. والشق الثاني اللي تقوم عليه مبادرة الوزارة وكالة البيئة في تنمية الغطاء النباتي، وذلك باستزراع الملايين من الأشجار بشكل غابات مستزرعة ومنتشرة في جميع المناطق. شكرا. شكرا جزيلا. السؤال، هناك سؤالين في موضوع الثروة الحيوانية للدكتور محمد المطيري. السؤال الأول من الأستاذ خالد دهلوي، هل يوجد إحصاءات لأعداد الوعول والنمر العربي وغيرها، وما هي المبادرات لحمايتها وتكاثرها؟ والسؤال الثاني من الأستاذ خلف الشمري، عن أنواع الجبال في المملكة من ناحية التكوين الجيولوجي والجيومورفولوجي وارتباطها بالتنوع الحيائي فيها. تفضل دكتور محمد. بس تعيد علي السؤالين أبو إبراهيم الله يحفظك. السؤال الأول، هل يوجد إحصاءات لأعداد الوعول والنمر العربي وغيرها، وما هي المبادرات لحمايتها وتكاثرها؟ والسؤال الثاني، عن أنواع الجبال في المملكة من ناحية التكوين الجيولوجي والجيومورفولوجي وانعكاسها على التنوع الأحيائي فيها. بالنسبة الوعول، عندنا تعداد تقريبا بدينا من عام 2000 إلى 2018 ميلادي
كان عندنا برنامج تعداد شديد لأنواع الوعول في محمية الوعول. إحنا نتكلم هنا عن محمية الوعول. التقديرات تشير إلى يعني أعداد الوعول في المحمية تقريبا 300 إلى 400 رأس. خارج حدود محمية الوعول التقديرات غير معروفة، لكنها موجودة في الأعداد مناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، مناطق الجنوبية الغربية أيضا لكنها غير معروفة. في دراسة لجامعة الملك سعود تعداد النمور ب 65 موجودة في جبال الثروات، أنها غير دقيقة يعني الكبير جدا. في مركز الأمير سعود الفيصل في برنامج كار النمر العربي، يمكن سعادة المستشار أحمد يفيدنا في الجانب هذا، تقريبا الأعداد النمور اللي موجودة يمكن تقريبا 11 إلى 13 فرد في مركز الأمير سعود الفيصل. بالنسبة لأنواع الجبال، نعم فيها تكوينات مختلفة، الحرات لها تنوع مختلف، الصخور الرسوبية موجودة مثلا في الكوستات في المنطقة الوسطى مثلا فيها أنواع مختلفة أيضا، تكوينات الجرانيتية موجودة أيضا في منطقة جبال أجا وسلمى أيضا لها أنواع مختلفة. بالتالي كل نمط بيئي من أنماط الجبال يكون له تنوع في الغالب يكون مختلف وفريد، فبالتالي كل بيئة جبلية لها تنوعها المختلف من سواء من المجموعات الحيوانية أو من المجموعات النباتية. شكرا دكتور محمد. فيما يخص النمور العربية، طبعا هذا النوع مهدد بالانقراض بشكل حرج، ومسجل أيضا في الاتحاد الدولي للمحافظة كنوع مهدد بشكل حرج. أعداده في الأسر في مركز الأمير سعود الفيصل حوالي 15 نمر. أعداده في البرية في كل مناطق التوزيع الجغرافي امتدادا من الأردن وجنوب فلسطين وحتى المملكة العربية السعودية واليمن وعمان وأجزاء مشتركة جبلية بين الإمارات العربية المتحدة وعمان لا تتجاوز 200 نمر وفق تقديرات الدراسات المشتركة التي أجريت في هذه المناطق، فأعداده حرجة جدا ويعاني من كثير من الضغوط. سأترك الفرصة للسؤال التالي للأستاذ جابر وهو من الدكتور محمد شبراق عن الأنواع المتوطنة. الدكتور محمد يقترح أنه من الأفضل استخدام التصنيف الجديد للمنظمة العالمية لحياة الطيور البيرد لايف التي تغيرت فيها أسماء وأنواع الطيور المتوطنة. أستاذ جابر. الله يحييك. كلام الدكتور صحيح، لأن البيرد لايف كان ناشر خريطة قبل فترة تواجد فيها أن أغلب الأنواع المتوطنة تتواجد في هذه المناطق، كلام صحيح، ويعتبر التصنيف البيرد لايف هو التصنيف الأقوى أو الأفضل في مجال الطيور، وإن شاء الله يمكن إحنا ما انتبهنا له، بس إن شاء الله مستقبلا راح نأخذها في الاعتبار. فإيش تعريج الدكتور كلام صحيح ونشكر على هذا التنويه. شكرا جزيلا. السؤال الأخير لسعادة اللواء مبارك، هل هناك حصر للممكنات الدفاع المدني تبع لتوزيع الغابات في مناطق المملكة، وهل هناك استراتيجية للدفاع المدني فيما يتعلق بحرائق الغابات وسبل مكافحتها؟ سعادة اللواء أو سعادة الرائد محمد إذا كانوا لا زالوا موجودين معنا للإجابة على هذا السؤال. موجود معك دكتور عمر، تفضل. الصوت ما كان واضح. هناك سؤال حول العرض الذي تفضلتم به، هل هناك حصر
للممكنات الدفاع المدني تبع لتوزيع الغابات في مناطق المملكة؟ وهل هناك استراتيجية واضحة لإدارة الدفاع المدني لمكافحة حرائق الغابات؟ شكرا. صحيح، العفو، صحيح، هناك حصر للممكنات الخاصة بمواجهة مثل هذه الحوادث، والمديرية عام الدفاع المدني تعمل منذ فترة على تحقيق استجابة سريعة جدا من خلال عدة استراتيجيات، منها أولا استراتيجية تدريب، فهناك في منطقة عسير مركز تدريب متخصص ويؤهل الكفاءات بمجال مواجهة مثل هذه الحرائق. أيضا فيه عندنا إدارة عامة علاقات والإعلام معنية بنشر الوعي والثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على هذا الكنز. أيضا يوجد خطط وتجارب فرضية تمكن من سهولة وسرعة التحرك والمواجهة لمثل هذه الحوادث. أيضا عندنا تعاون على المستوى الدولي، فهناك فريق عمل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت سابقا وزارة الزراعة أحد أعضاء فريق العمل، اللي زار عدة دول منها أستراليا والمغرب وأسبانيا وتركيا من أجل الاستفادة من خبرات هذه الدول في مواجهة مثل هذه الحرائق. وفي الأخير مثل ما استعرض الزميل، التعاون مع جمهورية إيطاليا في الاستفادة من الطائرات الخاصة الموجودة لديهم بمواجهة حرائق الغابات، وفعلا كان بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، وكان لها دور فاعل جدا في التصدي لأي حرائق لو وجدت. هي الطائرات هذه وجدت لإعداد خطط فرضية لتثبت أهمية مشاركتها. أجل أكون أجبت على هذا التساؤل طال عمرك. شكرا، شكرا جزيلا سعادة اللواء مبارك. في ختام هذا الملتقى الجميل والمثري، لا يسعني إلا أن أشكر كل المشاركين فيه بمعلوماتهم القيمة، وأيضا المتواجدين حضورا على الشبكة. أريد أن أنوه قبل أن أختم أن هذا اللقاء مسجل بالكامل، وسيتم بثه على منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة. قبل الختام أود أن أشكر الفريق التقني الذي رافقني في هذا الملتقى، والذي نظمه ويديره من مقره في وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، وعلى رأسهم سعادة المستشار المهندس وائل بوشر. شكرا لكم جميعا، وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله. تمسون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، جزاك الله خير، وقصرتم، يا أهلا مرحبا. شكرا أستاذ أحمد، شكرا للزملاء كذلك المشاركين في نقل هذه الورشة والمنظمين لها، شكرا. شكرا لكم جميعا، رعاية الله. شكرا لكم جميعا، يعطيكم العافية على جهودكم، السلام عليكم.